السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. كنرحب بالجميع في القناه ديالي، قناه خياطه وابداع ام صهيب، اللي غنقدم لكم فيها فيديوهات فيما يخص الخياطه والتفصيل وكيفاش نتعاملوا مع الثوب. ان شاء الله غيكونوا فيه حتى فيديوهات فيما يخص افكار بالنسبه للمبتدئات. اليوم غنفصل لكم عبايه. هو في الاصل الثوب 2.5 متر قاد، يعني 2.5 متر. الا كانت كانت جلابه مفتوحه من القدام، يعني سفيفه رانده كروشي 2.5 متر قاده. الا خدتي 2.5 متر وبغيتيها تكون مسدوده من القدام، غتاخدي الثوب. يعني مثلا هذا هو الثوب، ها هو عبر لكم الثوب هنايا 2.5 متر. كتاخديها هكا طويها على جوج وتدوري الثوب على العرض ديالو بحال هكا بحال هكا، وغطويه على حساب داكشي اللي باغا تفصلي وتبداي الفصاله ديالك. بالنسبه لهاد الثوب كيتيري. دابا الا درت لي هاد الموديل، درت لي هاد الشكل بحالكم، غيبقى يتيري ليا من هنا وما حدني انا لابسه، هو تيعطي التيراج في الطول، يبقى كيجر. خديت فيه 3 متر، هذا خديت فيه 3 متر، يعني غناخدو غنطويه على جوج، يعني 3 متر غنطويها على جوج تعود 1.5 متر، وغنطويها على 4 وغنرجع لكم. هاد العبار عندي، هاد العباية عندي فيها العبار الكتاف فيهم 40، نقسموها على جوج، هي 20 زائد سنتيم ديال الخياطة، هي 21، هاي هنا 21. غنهبطو من هنا لهنا، غنهبطو بربعة، هاي ندخلو هنايا في الدخلة ديال العنق، هي ما بين 7 حتى 8. هنايا عندنا 20 في الكتاف، غنهبطو ب20، هبطو ب20، هاد 20 منها غنشدو دورة الصدر. هنا هاد السيدة في الصدر عندها 29، غنديرو 29 زائد سنتيم ديال الخياطة، هي 30، هاهي 30، يعني ها 20 هاهي ديال الصدر، يعني هاهي هنايا هنايا 30. هاد العبار اللي عندي من هنا، من هاد الربعة اللي هبطتي من هنا لهنا، عندنا هنايا غنعبرو، عندنا 20، يعني المنتصف ديالها هو 10، هو هنايا غندخلو بسنتيم ونصف حتى لجوج، إما سنتيم ونصف حتى لجوج. هنا غندخل أنا بجوج باش ما تجيش جيك تكشكيشة هنايا في الصدر، يعني غتجي بحال هكا. هنايا غندخلو بجوج، هنايا ندير بحال هكا، المهم باش ما تكونش تكشكيشه هنايا، دخلنا بجوج سنتيم، يعني ها هو يصدى. يعني هنا عندنا 30، غنهبطو ب17، هاهي حتى لهنا، غندخلو بجوج سنتيم، يعني هنا 30، غنديرو 28. هنا هاد السيدة أصلا، هاد السيدة بغات في الإيفازي 62، طويلة التوب أصلا على 62، 62 مشينا بيها من هنا، مشينا بيها من هنا، مشينا بيها من هنا، يعني هنا في اللخر ديالو غنعبرو ب62، هاهي جات. غناخدو الطول ديال العباية، السيدة عندها 1.46 متر، هاهي جاتني هنا. جاتني هنايا، ناخذو هنايا العبار، يعني حتى هنا انا اصلا هنايا دايرين في الجلال 62، غنشد ناخذو 62 نقسموها على جوج، هي 32 على 32، غنمشيو بالخط نيشان حتى 32 ونميلو باش ما تجيش ديك التجويحه هنايا، يعني بحال اللي كنطلعو بشي 10 سنتيم من هنا ولا 8 سنتيم، باش ما تجيش التجنويحه من هنا، باش ما الجلابه تجي عندها الجناوح. هذه هي الغرض باش كطلعي ديري هذا الخط مائل. غنمشيو من هنايا، يعني نربطوا الخط ديال الصدر مع ديال الحزام،
ونجيو من ديال لهنايا حتى نخرجوا على برا. ونحاولوا هنايا نقادوها باش ما تجيش دائما الايفازي. الا كان الايفازي عندي لتحت بزاف بلا ما نحتاجو نعبروا هنايا الباصه، لان اصلا من داك الايفازي كيعطي هنايا العرض بلا ما نحتاجو نعبروا الباصه. هنايا كنهبطوا بجوج سنتيم، هيا جوج يعني هنايا راه هنايا الضوفات بجوج الظهر والقدام اللي فصلنا. غنقطع الثوم ونرجع عندكم. الثوم ها هو ملي قطعناه هما الضوفات بجوج. دابا ملي غنبغوا نفصلوا دابا الضوفات بجوج حيدنا لهم الظهر. دابا غنبغوا القداميه باش نقطعوا لها الثوق ديالها. بما ان هذه غنديرها في، غنديرها كل في، غنهبط ب 12، غنهبط من هنا لهنا ب 12 حتى ل 13، غنديرها بحال اللي مائله وغدا نقطع. ها هي دابا في قطعناها. دابا غنفصلو ندوزو للكميم. الكميم ها الطرف اللي بقى لينا هو اللي غادي نخرجو منو الكميم. غنطويه على جوج بحال هكا بحال هكا. غناخد الطول ديال الكم، الطول ديال الكم عندي هنايا 59، غنزيد جوج سنتيم هي 61. غناخد هنا 61 وهنايا غنخلي واحد سنتيم من هنايا هي 61. هاهي غندير هنا 61. هنايا غناخد التركيز اللي عندنا، يعني عندنا هنايا 26، غنحط هنايا 26. غنهبط من هنايا، غنهبط من هنا ب 14، وناخد هنايا 26. هاهي 26، غنطراسي واحد الخط. هاد 26 نقسموها على جوج يعني 13. هادي تا هي نقسموها على جوج، 13 يعني تخرج 6.5، وهنا نقسموها على جوج تخرج 6.5. هنا نطلع بسنتيم ونصف، وهنا نهبط بسنتيم ونصف، يعني غندوز على هاد الخط وندوز على هاد الخط ديال الوسط، ونهبط على هذا وندوز على هذا. فين عندي هنا بغيت في العرض، هنايا العرض ديالكم بغيت فيه 14. هاهي هنايا غنربط هاد الخط مع هادي، نستعملو المسطرة، نستعملو المسطرة. هاهي نحاولو هاد الجهة هنايا ندخلو واحد شوية باش ميجيش هاكا نيشان، بحال لي غنحط ندخلو واحد شوية ونقطعو ونرجع ليكم. هذه هي الضوفة البنات ديال الامام، ها هو الفي اللي قطعنا خاصنا نديرو لي واحد الباندا غنديرها لي صغيره باش كتزيين، وعليها غندير واحد التوشيه ديال النقيق. هنايا هاد الباندا غندير فيها مثلا 10، هي 5 مثلا 3 سنتيم، غندوبل على جوج تعود 6 سنتيم. ها هي 6 سنتيم، ها هي نمشي معاها ب 6 سنتيم. هاهي 6 سنتيم غنمشي معاها كلها، غنقطعها ونرجع لكم. ها الأمام ها الظهر. غادي هادي هي الباندا اللي قلت لكم غنديرها، غادي تكون بحال هكا. هاد الباندا غتشد بحال هكا ودوز عليها كاملة على الظهر، ودوز تال هنايا وغتجي كأن كتجي هنايا واحد الفي فيها. هنا غتجي هاد الفي غنحاولو نزينو بواحد الوردة ديال النقيق، وغنبسو ان شاء الله بلقيق، ومن يكمل الموديل غنوري لكم. دابا غندوز للسورجي نسورجيه ورجع عندكم. دابا البنات سالينا في الصاله ديال العبايه ديالنا، نتلاقاو في فيديو جديد اللي غتكون فيه غير الخياطه ديال هذا الموديل. باش ما نطولش عليكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك وزر الاشتراك،
وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. تلاقوا في فيديو جديد.